المزيد حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفني بوزارة الصحة. أرحب بك دكتور محمد. أهلا بك. حدثنا عن آخر التجهيزات في المستشفيات في المرحلة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. هنا طبعا نتحدث عن حماية الطواقم الطبية. هو في البداية حضرتك احنا كان التوجه العام ان احنا نعمل مستشفيات العزل طبقا للتوزيع الجغرافي على مستوى الجمهورية. احنا عندنا 7 قطاعات على مستوى الجمهورية، عملنا تقريبا حتى الآن 22 مستشفى عزل دخلوا الخدمة بالفعل، بجانب ان احنا عملنا رفع كفاءة لمستشفيات الصدر والكليات تقريبا احنا بنقول 81 مستشفى، اسندنا 38 مستشفى بالفعل وجاري استلامهم تباعا، بالإضافة إلى 320 مستشفى علاجية هيخشوا الخدمة تباعا خلال الأسبوع الراهن. احنا تم رفع كفاءة المستشفيات بالكامل، يعني احنا بنتكلم على تقريبا مستشفيات العزل بس فيها 4200 سرير، منهم 1000 سرير رعاية مركزة و 481 سرير جهاز تنفس صناعي. ده في حد ذاته كافي إن شاء الله لمواجهة الوضع الراهن عندنا، بالاضافه الى 320 مستشفى اللي هيخلف معانا في النهايه تقريبا 2700 جهاز تنفس صناعي و 6000 تقريبا 6300 سرير رعايه مركزه. احنا بنحاول دايما بنرفع كفاءه المستشفيات، ما بنبصش على الاجهزه بس، احنا بنحاول كمان بنعمل رفع كفاءه. رفع الكفاءه ده عن طريق احنا نراجع البيئه الملائمه للمستشفيات بحيث الخدمات المسانده في المستشفى، سكن الاطباء بيبقى له نظره مختلفه، بنحاول نجهز سكن الاطباء بحيث البيئه الملائمه. الطبيب بيقعد 14 يوم في العزل، بنحاول بجانب طبعا بعض الاريا الترفيهيه اللي احنا بنعملها للاطباء في مستشفيات العزل. كل ده حضرتك يعني بنحاول دايما الطبيب بالنسبه لنا بيبقى هو المقدم، ان هو زي ما حضرتك عارف ان هو الطبيب اول واحد يواجه الفيروس. شكرا جزيلا دكتور محمد، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.